نار الليغا بدأت تشتعل، والصراع على اللقب أصبح محصورا ما بين 3 أندية، الأتلتيكو والريال والبارسا. فبعد التعادل ما بين برشلونة وأتلتيكو، صب هذا التعادل لصالح ريال مدريد حيث يتيح له العودة للصدارة. لكن إشبيلية فرض تعادلا مثيرا على حساب الريال بنتيجة 2-2 في قمة المباريات الدوري الإسباني، التعادل الذي جعل ريال مدريد يتلقى ضربة قوية في صراعه على اللقب، حيث فشل في انتزاع الصدارة بعدما بات ثانيا في الترتيب ب 75 نقطة. وأثار اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدفين لمثلهما ما بين ريال مدريد وإشبيلية حالة من الغضب لمدرب ريال مدريد زين زيدان تجاه الحكام. اتوجه مباشرة إلى الحكام للتحدث معهم، واعترض على عدم احتساب ضربة الجزاء للفريق الملكي في حين احتسب حالة مماثلة لإشبيلية. وقال زيدان: أنا لا أفهم ذلك على الإطلاق، إذا كانت لمسة يد ضد ميلتاو فيجب أن تكون لمسة يد ضد إشبيلية. ودخل بيكي أيضا في الصراع، حيث استغل هذه اللقطة النادرة لزيدان للسخرية منه، حيث علق المدافع الكتالوني بيكي على أحد المقاطع المصورة التي وثقت المحادثة التي دارت بين زيزو والحكم بالقول: يبدو أنهم يفهمون بعضهم البعض. وأراد بيكي أيضا من خلال هذا التعليق الرد على الانتقادات التي توجه إليه عند مناقشة الحكام، مثل ما حصل في آخر كلاسيكو عندما انتقده اللاعب ريال مودريتش وأنذره الحكم لدخوله الميدان. فيا ترى في نظركم لمن سيكون اللقب؟ هل الأتلتيكو أم ريال أم البارسا؟ شاركونا بتعليقاتكم أسفل الفيديو.